كابتن خالد الاتحاد. شوف الاتحاد السنه هذه انا اعتبره الحصان الاسود للدوري والكاس. فريق يمر بهذه الظروف، وفاه الرئيس والديون سحب نقاط توقيف ويصل في يعني نهائي كاس ولي العهد وينافس على الدوري، صراحة رجال. صحيح رجال صراحة، لا للاعبين ولا مجلس الإدارة ولا الجماهير. هي النقطة السوداء اللي هي البارح قبل البارح، مباراة الهلال فقط اليوم من الجمهور، ولا صراحة فريق طيب يملك لاعبين يا فهد، يملك لاعبين على أعلى مستوى، يملك مدرب ذكي جدا، يصنع الفرص، يسجل، يقرأ المباراة، يقرأ المباراة. فريق الاتحاد هذه السنة وأنا أنا من وجهة نظري أنه بطل الدوري الغير متوج. طبعا هذه البطولة هي البطولة الأخيرة اللي ينافس فيها اللي هي الاتحاد، اي بحكم ان الدوري يعني اصبح شبه مستحيل، شبه يعني شبه مستحيل. مع ان في كرة القدم ما في شيء مستحيل، لكن امر صعب على الاتحاد ان يحقق لقب الدوري. لا هي الهلال النصر يعني، اي واتوقع ان الهلال يمكن بنسبة 70 أو 80%، لكن نقدر نقول ان الهلال او عفوا الاتحاد ما يفرط في هالبطولة، خصوصا انها البطولة الاخيرة له هذا الموسم، خرج من بطولة الكاس ولم يتبقى له الا كاس ولي العهد. شوف التهيئة النفسية اللي حصلت للفريق في مباراة الهلال كانت سيئة جدا، مرورا بتصريحات الرئيس قبل المباراة، حكم أجانب، حكم محلي، حكم لخبط الفريق، اللاعب يتأثر بما يقوله رئيس النادي وأعضاء المجلس يتأثر. أنا أذكر أيام ما كنت في النادي أيام عبد الرحمن بن سعود الله يرحمه، رحمة الله عليه، ما يصرح قبل المباريات ولا يتكلم عن المباراة وإحنا في المعسكر، دائما واضح من مباراة الاتحاد أن التهيئة النفسية كانت سيئة جدا، والدليل أنه أول خطأ ثار اللعيبة والجماهير من أول خطأ ثارت المباراة، دليل على أنهم وكانت متدخلاتهم في وسط المباراة، لا الأنصاري ولا، كانت تدخلاتهم قوية وفيها نوع من العنف، وكان واضح أن الفريق غير مهيئ نفسيا. كنت أتمنى من 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 رئيس الاتحاد يحسب حساب المباراة النهائية ويتكلم مع فريقه، إذا جت المباراة الهلال أهلا وسهلا، ما جت عندنا بطولة أهم كدور اللي كاس. إيه بس ترى برضو مباراة لو فاز على الهلال، لو فاز على الهلال الاتحاد يصبح الفارق 3 نقاط، 3 نقاط وسهلة جدا وسهلة، والهلال غير مقنع ترى على فكرة، يعني غير مقنع، ممكن يتعثر، ممكن يتعثر من الأهلي، من النصر، طيب ممكن يتعثر بكرة. حلو طيب.